إعلان المشير السيسي استقالته واعتزامه الترشح لا ينطوي على قيمة إخبارية كبيرة، وأن هذه القيمة هي التي وصلت به إلى شاشات التلفزيونات العالمية ومنشطات الصحف العالمية. فأرجوكم، هذه ليست مسألة الكيل بالميزان ومن سيأخذ دقيقة ونصف ومن سيأخذ دقيقة وثلاثين ثانية. هذه مسألة، هذا حدث بمقاييس ومعايير. بس في ناس انتقدوا على الطرف الآخر أن حامدين. أنا بس عايز أوضح الحكاية دي، أنا عايز أوضح الحكاية دي لأنه دي في 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 تنطع شوية. يعني معلش، يعني التنطع كلمة مش عيب، مش قلة أدب يعني. أقصد المزايدة يعني. يا أخي ده حدث مهم جدا، يعني بقيمته الخبرية هو يتصدر أي نشرة أخبار، وهو يذاع ويجب أن يذاع. أما فيما يتعلق بإذاعة الفيلم عن المناضل حامدين صباحي، فأنا النهاردة أنا كنت بنتقد وزيرة الإعلام انتقاد مرير جدا، لأنها تقدمت بما قالت إنه مشروع ميثاق شرف إعلامي لرئاسة الوزراء، ورئاسة الوزراء يبدو أنها تبنته وطرحته للحوار المجتمعي. لكن هنا سأقول إنها أجادت جدا حينما فعلت ذلك. هذه المنافسة يجب أن تكون نازهة وعادلة، ويجب أن تكون أخلاقية ومنضبطة. والمشير عبد الفتاح السيسي بنفسه قال بوضوح إنه يريد لكل من يرى في نفسه أهلية أن يتقدم إلى هذه المنافسة. والأستاذ حامدين صباحي أيضا أظهر نضجا ليس غريبا عليه، ورحب اليوم بترشح المشير السيسي. هذه هي الأجواء التي نريد أن نصنعها. لماذا سوف نتصيد الفرص ونحاول أن نعكر صفو هذا المجال؟ إذاعة كلمة المشير السيسي هي عمل إخباري بامتياز، كان يجب أن يحاسب التلفزيون المصري إذا لم يذاعها. وإذاعة الفيلم عن حامدين صباحي وإن كان يقصد به موازنة الأثر، إلا أنه أيضا يصب في صالح نزاهة سياق العملية الانتخابية.